أنا اسمي كلارا جورج، سني 18 سنة، في كلية صيدلة في الأكاديمية البحرية للعلوم التكنولوجية. وأنا صغيرة وكان في عاملين يعني تيست في المدرسة وكده، سمعي إنه أي حاجة، أي حد بيلعب آلة موسيقية أو بيغني أو كده بيعملوا له تيست، مثلا ان هو عارف يجيب الايقاع بودنه وعارف يجيب النوتس الموسيقيه وكده. فانا كنت داخله انا عايزه العب آلة، بس هما بقى كانوا بيحددوا كل تيست وليه آلته، يعني اللي هي على حسب ودنها فين اكتر، فكل ما هي ودنها احلى كل ما هي بتلعب آلة اصعب. فأنا دخلت وكده وقعدت بقى عملت التيست ده وكده، فلعبوني كمانجا وانا اصلا ما حبيتهاش، وجابوا لي كده مدرسين وكده وبدات ومشيت فيها وانا مش حباها، بس قلت حاجه صعبه اتحدى نفسي فيها فاتقنتها فتره وكده. وبعدين فهمت جه بقى حوار الغنى ده، طالبين كورال وهيعملوا كورال وكده، وكان ممكن يخش فيه ناس بتعزف عادي. فدخلت وكده وجربت، يعني لقيت بقى الصوت ان انا اغني وكده احسن بكتير من الحاجه اللي انا ماشيه فيها مقتنعه بيها، بس مش حباها قوي، مش هدي فيها فول باور زي ما اديت في الغنى. فركنتها بقى على جنب خالص ودخلت في الغنى. يعني بدات بقى يعني من الكورال اللي هو بيتعمل في كل حفله في المدرسه وبتاع، بدا بقى اللي هو ايه، طب عايزين ناس للجراديويشن بتاعه المدرسه، فده كان حدث كبير بالنسبة لأن هو ناس صغيرة تتاخد في graduation، والستيج بقى مختلف open air وكده غير الستيج بتاع المدرسة اللي هو كان تحت يعني ومقفول وكده. فبدأت بقى أعلى، وبعدين بقول لأ عايزة أقول في حتة غير المدرسة يعني وكده. فطلعت بره بقى مسابقات تبع المدارس التانية، دي حاجة بتتعمل تبع الفرنكوفون يعني، فيستيفال الحاجات دي يعني، وبدأت بقى ماشية فيها. يعني تالنت شو ما كانش أول مسابقة، كان أول مسابقة خالص، هي مش مسابقة يعني، هي فيستيفال، كانت 2017، لا 2017، بعد كده 2017 تاني، بعد كده 2018 يعني دي، بعد كده 2018 تاني، يعني هما دي تالنت شو تعتبر خامس أو سادس مسابقة. يعني انا الوحيده، فمفيش عندنا دوشه قوي في البيت، وبابا انا وبابا وماما علاقتنا كويسه يعني. بابا من النوع اللي بيحب مثلا اللي هو هنهزر هنهزر، نبقى جد نبقى جد، مخلفين ماما طبعا يعني ممكن نعمل فيها مقالب وحاجات كده. وماما من النوع الحساس قوي، وانا بخاف يعني اوي ازعلها، وبابا يعني بابا كمان، بس يعني بابا ممكن يكون اجمل من ماما في حوار المشاعر وكده. بس ماما فعلا اي كلمه بتفرق يعني، ان هما كانوا عايزين من الاول بقى الدحيحه الداخله اللي ما بتعملش حاجه غير ان هي تاكل تذاكر تنام وكده. وبعدين اللي هو لا، انا قلت لهم ان انا في الاول هبدا بالراحه خالص، وهبدا يعني المذاكره يعني اليوم بيومه او الدرس بدرسه، وبعد كده بقى في الاخر هبدا اشد، ولو عايزين تنهوا كل حاجه نموها يعني. ففي الاول بدات بقى يعني كانوا بيطلبوني مثلا في المدرسه، مثلا البريتش كاونسل جايه مثلا، فتعالي غني حاجات يعني. في المدرسة ما كنتش بروح حاجات سفر قوي، لان السفر ما كنتش هقدر اسيب دروسي يعني وامشي، بس كنت بعمل حاجة المتاحة اللي انا اعملها، وبتدرب في البيت لوحدي برضو يعني، مش بروح حتة، مش بتدرب في حتة، بتدرب في البيت لوحدي. فبدأت بقى موضوعي يعني بادئ كبير، بعد كده يقل يقل شوية، وكنت عارفة اوازن مع المذاكرة قصاد كل حاجة انا كنت عايزة انزلها، كنت بذاكر اكتر يعني، اللي هو ذاكري اكتر عشان تثبتي لهم انك فاهمه باقيه على الهوايه دي وعايزاها قوي، فذاكري اكتر، وهم بقى مش هيكلموكي، انت خلاص ذاكرتي اللي عليكي عملتي كل حاجه. اهلي بيساعدوني في اختيار الاغاني يعني، مثلا يعني اي ليله حفله او كده هم جايبين لي الاول سبيكرز في البيت، فدي اللي انا بتدرب عليها عشان اسمع نفسي كده واشوف الغلطات. بقعد قدامهم بقى كانهم لجنه التحكيم بالظبط،
وبعدين بغني قدامهم يوقفوني بقى يقولوا لا في حاجة، لا في كده، لا دي نغيرها خالص، مش مناسبة للحاجة اللي أنا رايحاها والمسابقة، أو مش حاجة تقيلة كفاية إن أنا أخش فيها مسابقة. فهما دايما أهلي اللي هو بابا وماما يعني هما اللي بيختاروني. أقرب حاجة بحب أغنيها الفرنسية طبعا، بس الكلاسيك يعني ماليش، يعني ممكن أقول بوب مثلا شوية، بس الكلاسيك ده أقرب حاجة يعني. حتى تلاقيني بقول مثلا اللي هي الجوتام وجوسوي مالاد والحاجات دي كلها كلاسيك، مفيش أي يعني انرجي جامدة أو كده يعني، كلها فاهمة كده. أنا ليا شوية في العربي، و يعني بحب أسمع وردة مثلا، مدحت صالح، يعني حاجات مقتطفات يعني، ولا قديمة قوي ولا جديد قوي. انا شايفه دلوقتي انه اي حد طالع بفكره جديده شتى عن الباقي الناس بتاخده ترند، اللي هو مثلا زي يعني طلع المهرجانات تمام، بعد كده بقى جاء اللي هو جزء الراب او التراب او وات ايفر اللي طالع دلوقتي، زي مثلا اللي هو مروان بابلو ده، يعني هو طالع بيغني بصوت غريب، بيغني بكلام اصلا الليبسينج بتاعه ان هو يطلع الكلمات صح مش باينه نصها متاكله. فاللي هو الناس بقى اللي هو اكيد يعني اللي هو السن اللي هو الشباب يعني واخده بقى ان هو حاجه جامده جدا، وطلع عليه بقى ابو يوسف، و يعني هو كلام غريب وبيت غريب غير المهرجانات، فهم خدوه بقى ان هو قدوه يعني او ترند. بيقولوا انك بارد، بيقولوا انك تاني، بس شركتنا اللي مش عاجبه يترفض، انت بتتقفل انا بتقفل، اضربه بالكتل باش اعتمد. فمش ليه اختاروا الكتل فاهمة يعني، في مليون حاجة يقدروا هي وكتل وكتل يعني، هو مش كتل هو كتل.